لكل جواب نعم أو لا، لأنه هذا وقتي. هل تم هذا التطهير من الرجس، من الخطأ ومن الذنوب لكل لعلي وذريته من الحسن والحسين أو لبعضهم؟ تفضل. الآية تتكلم عن تطهير أهل البيت الذين هم أصحاب الكساء. سألتك سؤال، لا تحد ولا تضيع الوقت، هذا وقتي. سألتك هل تمت إرادة الله في تطهير الحسن والحسين وذريتهم أم لا؟ تطهيرهم تام وكامل. ما سألتك تام وطاهر، هل تم وانتهى؟ تم يعني قد خلص قضاه الله وتمت كلمة ربك. لم طبعا أسألك عن ذاك. طيب الآن الإرادة تكوينية طبعا. لحظة بس، هذا وقتي ما بيحدث. طيب السؤال الثاني، هل الآن آل البيت من الحسن والحسين مطهرون من الخطأ والذنوب؟ هل ملايين؟ هل ملايين؟ أبدا لم يقل بذلك مسلم. إذن كيف تقول أن الله عز وجل حصر ذلك في الحسن والحسين و علي وذريتهما ثم تقول لم يتم؟ هذا تناقض، أجب عنه. لا تقولني يا أعد عروف. أعد من جديد. أنا ذكرت لك حديث الكساء وذكرت قول أم المؤمنين. لم أسألك عن أم المؤمنين ولا لا تتكلم في وقتي. أنا ما سألتك لا عن أم المسلمين ولا على أم المحسنين. إذا لا تقولني. لا أسألك بعيدها. مسحنا. نبدأ من جديد. من جديد. لمن تم التطهير؟ تفضل. تفضل يا شيخ عبد الحميد. هذه الآية تتكلم. لا سألتك سؤال، لا هذا من حقي ووقتي، هذا من حقي ووقتي. يا أيها المشاهدون لاحظوا وقتي كله أعطيته. سألتك لمن تم التطهير؟ تطهير تم، تقول تم على من؟ تفضل. هل تتكلم في الآية أم عموما؟ لا أتكلم في الآية. في الآية. خصت من؟ خصت أيوة من بالتطهير؟ تم الأمر. يعني الآية خصت من بالتطهير؟ الآية نزلت للخمسة أصحاب الكساء فقط. من هم؟ اعلم ذلك وخذه مني. من هم؟ يعني أمليهم علينا حتى أسجلهم خلفك يا سمعت شيء. وعلي وفاطمة والحسن والحسين. جميل. من أين أتيتم؟ جميل جميل. إذن لاحظ، الحسن مطهر من الخطأ، كيف بايع معاوية؟ هذا خطأ أم صواب؟ ليس خروج الله. الله أكبر، ظهر الحق. الله أكبر، ظهر الحق. الآن قال يا أخوان كلكم لا تتكلم في وقتي. انتظر يا سمعت الشيخ الحميد، انت ضربت المداخلة. انتظر، هذا وقتي. تفضل أوضح فكرة. الآن ظهر أمام حق جليا. قال بعد أني أعدت وضيع لي وقتي. قال أن التطهير تم للحسن. الآن معناته ما أخطأ. عندما بايع معاوية أخطأ أم أصاب؟ أبايع بوحي
لأنه معصوم ومطهر أم باجتهاد؟ فقال هذا خارج عن الموضوع. الحمد لله الذي عرف الآن عرف الحق. المسألة الثانية تكلم أنت شيخنا العزيز. أنا بتكلم أنا أتكلم ما جرى ليصالح الإمام الحسن معاوية. تكلم عن الظروف التي كانت إن كنت تحسم شيئا. تكلم عما جرى ولماذا. أسألك أيضا أسألك هذه إجابة طبعا بسؤال. اسمح لي تفضل. لماذا أصر الإمام الحسن عليه السلام بعد استشهاد أمير المؤمنين في تجيش الجيوش وقتال معاوية؟ لماذا أصر وجمع المسلمين ليقاتل معاوية وجمع الجيش في مكان النخيلة أو ما يسمى ولك بمكان سطح القمر ليس هذه نقطة البحث من معاوية بتوسل من معاوية؟ راح جاوبك. شوف ما أسرع جوابي. لأن الحسن كان يعتقد أن الحق معه. شو رأيك؟ شفت أسرع من الجواب؟ بس أنت عجبني هكذا. أنا ما قلت لك أنت سألتني ما لحظة. الحق مع من كان؟ كان الحق مع الحسن طبعا. تريدنا نبيع ديننا؟ بس أنت أجب الآن. أنا سؤالي الحق مع الحسن؟ إيه والله أنت ما تدري أن نعتقد ذلك. والحق مع علي الآن. السؤال شلون وضح لنا حبيبي. أنا بوضح لك ولن أضيع الوقت وتخرجني عن الموضوع. تسألني هل تدري عن الظروف؟ ليس هذا سؤالي. سؤالي هل تنازل أم لم يتنازل الحق مع الحسن؟ إيه والله.